هو خامس حكام مصر من الأسرة العلوية، هو إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، وقد عمل على تطوير الملامح العمرانية والاقتصادية والإدارية في مصر بشكل كبير ليستحق لقب المؤسس الثاني لمصر الحديثة بعد إنجازات جده محمد علي باشا الكبير. ولد في 31 من ديسمبر 1830 في قصر المسافر خانة بالجمالية، وهو الابن الأوسط بين ثلاثة أبناء لإبراهيم باشا غير أشقاء. اهتم والده إبراهيم باشا بتعليمه، فتعلم مبادئ العلوم واللغات العربية والتركية والفارسية، بالإضافة إلى القليل من الرياضيات والطبيعة، والتحق بالبعثة المصرية الخامسة إلى باريس لينضم إلى تلاميذها. وفي باريس درس علوم الهندسة والرياضيات والطبيعة، كما أتقن اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، وتأثر بالثقافة والمعمار الفرنسي كثيرا. عاد إلى مصر في عهد ولاية والده إبراهيم باشا، وحين توفي إبراهيم خلفه في الحكم عباس حلمي الأول، وقد كان الأمير إسماعيل يكره ابن عمه عباس، فوالد عباس هو الأمير أحمد طوسون عم إسماعيل. فلما تولى الحكم شعر إسماعيل وإخوته بكراهية عباس لهم، ثم مات جده محمد علي واشتد الخلاف بين إسماعيل وبقية الأمراء بشأن تقسيم ميراث جده. وسافر إسماعيل وبعض الأمراء إلى لستانا، وعينه السلطان عبد المجيد الأول عضوا بمجلس أحكام الدولة العثمانية، وأنعم عليه بالباشوية، ولم يعد إلى مصر إلا بعد مقتل ابن عمه عباس، وتولى بعده عمه محمد سعيد ولاية مصر. وعندما عاد إسماعيل من الأستانة لقي من عمه سعيد عطفا كبيرا، وعهد إليه برئاسة مجلس الأحكام الذي كان أكبر هيئة قضائية في البلاد في ذلك الوقت. فقام سعيد باشا بإبعاده عن مصر ضمانا لسلامته الشخصية، وذلك بإفاده في مهمات عديدة أبرزها إلى البابا وإلى الإمبراطور نابليون الثالث وسلطان تركيا، ثم أرسله في جيش تعداده 14,000 إلى السودان، وعاد بعد أن نجح في تهدئة الأوضاع هناك. بعد وفاة محمد سعيد باشا في 1863 تولى السلطة دون معارضة، وذلك لوفاة شقيقه الأكبر أحمد رفعت باشا. ولم يكن إسماعيل يفكر أثناء حكم سعيد باشا في أن يؤول إليه العرش من بعده، إذ كان يحجبه عنه أخوه الأكبر الأمير أحمد رفعت، ولكن حادثا فجائيا ساقته الأقدار أزالت العقبة القائمة في سبيله ليكون وليا للعهد. ومنذ أن تولى مقاليد الحكم ظل يسعى إلى السير على خطى جده محمد علي والتخلص تدريجيا من قيود معاهدة لندن 1840. وفي 8 من يونيو أصدر السلطان عبد العزيز الأول فرمانا منح فيه إسماعيل لقب الخديوي مقابل زيادة في الجزئية، وتم بموجب هذا الفرمان أيضا تعديل طريقة نقل الحكم لتصبح بالوراثة لأكبر أبناء الخديوي سنا. ثم حصل الخديوي إسماعيل على الفرمان الشامل الذي تم منحه فيه استقلاله في حكم مصر باستثناء دفع الجزية السنوية وعقد المعاهدات السياسية، ولكن دون الحق في التمثيل الدبلوماسي وعدم صناعة المدرعات الحربية. بعيدا عن علاقته بالنساء التي تشغل معظم مشاهد مسلسل سرايا عبدين الذي صنع عن فترة حكم الخديوي إسماعيل، تمت في عهده العديد من الإصلاحات، منها تحويل مجلس المشورة الذي أسسه جده محمد علي باشا إلى مجلس شورى النواب، وأتاح للشعب اختيار ممثليه، وتم تحويل الدواوين إلى نظارات، ووضع تنظيما إداريا للبلاد، وأنشأ مجالس محلية منتخبة للمعاونة في إدارة الدولة، وإلغاء المحاكم القنصلية وتبديلها بالمحاكم المختلطة. وقد انبهر الخديوي إسماعيل بباريس أثناء وجوده فيها، ومن هنا نشأت ميوله الفرنسية التي لازمته طوال حياته وجعلته يسعى في أن يجعل القاهرة باريس الثانية. ومن هنا اتجهت ميوله إلى تنظيم المدن وتخطيطها وتجميلها، وقد وجه كل عنايته في هذا الصدد إلى القاهرة والإسكندرية، كما عمد إسماعيل إلى إنشاء قصور فخمة مثل قصر عبدين وإنشاء دار الأوبرا الخديوية وإنشاء كوبري قصر النيل، واستخدام البريد وتطوير السكك الحديدية وإضاءة الشوارع ومد أنابيب المياه. وفي المجال الاقتصادي قام بزيادة مساحة الأراضي الزراعية، حيث حفر ترعة الإبراهيمية في صعيد مصر وترعة الإسماعيلية في شرق الدلتا، وأنشأ مصانع ومن بينها 19 مصنعا للسكر، وبناء 15 منارة في البحرين الأحمر والمتوسط لإنعاش التجارة. كما أولى التعليم اهتماما بالغا، فقام بزيادة ميزانية نظارة المعارف، وقف الأراضي على التعليم
كلف علي مبارك بوضع قانون أساسي للتعليم، كلف الحكومة بتحمل نفقات التلاميذ، وأنشأ أول مدرسة لتعليم الفتيات في مصر، وأنشأ دار الكتب، وظهرت في عهده الصحف مثل الأهرام والوطن ومجلة روضة. ولن يبقى العمل الأهم المرتبط باسمه هو حفر قناة السويس وافتتاحها في عهده في حفل ضخم تحدث عنه العالم أجمع لعشرات السنين، حيث أقام الاحتفالات الضخمة ودعا ملوك العالم وقاريناتهم لحضور حفل الافتتاح، وقد كان حفلا أسطوريا، ووصلت الحفلة إلى مستوى فاق ما نسمعه عن حكايات ألف ليلة وليلة، وقد بلغ عدد المدعوين من ذوي الحيثيات الرفيعة زهاء 6000 مدعو، وقد تم استدعاء 500 طباخ من مارسيليا وجنوى وتريستا، ومدت الموائد وبها شتى أنواع الأطعمة والمشروبات، وانطلقت الألعاب النارية والتي تم استيرادها خصيصا لهذا الغرض، وتلألأت بورسعيد بالأضواء وأنغام الموسيقى. وقعت الإمبراطورة أوغيني في غرام القاهرة وجاءت إلى مصر قبل 3 أسابيع من الاحتفال، زارت خلالها الآثار المصرية في الأقصر، وقد عبرت الإمبراطورة نفسها عن البذخ والترف في احتفالات افتتاح قناة السويس بقولها: لم أرى في حياتي أجمل ولا أروع من هذا الحفل الشرفي العظيم. وقد بالغ الخديوي في الاحتفاء بها، وكان معجبا بجمالها وذكائها وجاذبيتها، وهي بادلته الإعجاب أيضا، واحتلت الإمبراطورة أوغيني مكانة خاصة في عقل وقلب الخديوي إسماعيل، لدرجة أنه أراد إبهارها، فأمر ببناء قصر يشبه قصر توليري بالاس الذي نشأت فيه في باريس، وفي محاولة لتعبير الخديوي عن حبه وجد أن بناء القصر لها أفضل وسيلة، حيث صنع لها غرفة نوم كاملة من الذهب الخالص تتصدرها ياقوتة حمراء نقشت حولها بالفرنسية عبارة: عيني على الأقل ستظل معجبة بك إلى الأبد. ورغم أن علاقة الحب بين الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوغيني كان من المستحيل أن تتطور، إلا أنها ظلت تحب إسماعيل حتى بعد وفاته، ويقال أنها هربت من القصر الإمبراطوري بعد قيام الحرب السبعينية بين روسيا وفرنسا، وجاءت إلى مصر لتزور قبر الخديوي إسماعيل. ورغم أن هدف الخديوي إسماعيل من كل هذه الاحتفالات الضخمة هو لإظهار مدى حضارة مصر وإظهار مزيد من الاستقلالية عن الدولة العثمانية، إلا أن الحفل أدى إلى زيادة ديون مصر في عهده زيادة كبيرة، مما أدى إلى تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون مصر بحجة حماية ديونها. ولم تكن إنجلترا ترمي إلى النفوذ المالي فقط، بل كانت تقصد ما هو أبعد من ذلك، وهو التدخل السياسي، فنشط التنافس بين النفوذ الإنجليزي والنفوذ الفرنسي، ووصل هذا التنافس إلى حشية إسماعيل وبلاطه، ففريق كان ينقاد إلى نفوذ الإنجليز وفريق آخر كان يميل إلى النفوذ الفرنسي، وهذا يدل على مبلغ الضعف السياسي الذي تغلغل في كيان الحكومة بسبب الارتباك المالي، فالمال هو عصب النفوذ السياسي. تراكمت المشاكل وتكاثرت الديون، وسرعان ما ائتمرت بالخديوي إسماعيل بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية، وأسفر التآمر عن فرمان عثماني وصل إلى القاهرة في 26 يونيو 1879، وقضى بتخلي الخديوي عن العرش لابنه توفيق باشا، ودعوة الخديوي إسماعيل إلى التخلي عن حكم مصر احتراما للفرمان السلطاني، على أن تحدد مخصصات ملائمة للمتنحي، ويبقى قانون توارث العرش لأبنائه كما هو. سافر إسماعيل بعد 3 أيام إلى نابولي بإيطاليا، ثم انتقل بعدها للإقامة في الأستانة، وتوفي الخديوي إسماعيل في 2 مارس 1895 في قصر إميرغام في اسطنبول، الذي كان منفاه أو محبسه بعد إقالته، وله من العمر 65 عاما. ونقل جثمانه إلى مصر، حيث دفن في مسجد الرفاعي بالقاهرة وفقا لوصيته. برغم إخفاقات الخديوي إسماعيل التي يعتبر من أهمها الإسراف في النفقات مما أرهق مصر اقتصاديا، إلا أننا لا يمكن أن نغفل إنجازاته العظيمة التي غيرت وجه مصر. وقد تم تجسيد سيرة الخديوي في مسلسل تلفزيوني بعنوان سرايا عبدين، ولكن المسلسل تم اتهامه بتصدير صورة سلبية عن الخديوي إسماعيل تجافي حقائق التاريخ.